يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه في حلقه يوم المباراه الاهلي والاتحاد السكندري. وسريعا جدا لان حلقتنا النهارده فيها موضوعات وتفاصيل كتير جدا. البدايه مع كلمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي الحقيقه لكل الجماهير الاهلاويه بشكل خاص وكل جماهير الكره تبعتها امبارح. تعليق سريع جدا على الاسلوب والمضمون، هكذا عودنا النادي الاهلي. الخلوق المحترم كابتن محمود الخطيب امبارح ادلى ببيان اتكلم فيه على كل الملابسات والموضوعات المطروحه على الساحه ووضح فيها وجهه النظر النادي الاهلي، وهكذا كان وهكذا ظل النادي الاهلي يدافع دايما عن الاخلاق في وقت للاسف شديد جدا بقى كتير من الناس، وانا اسف ان انا بقول ده، يظنوا ان الاخلاق العاليه وان الاحترام حتى ولو كان مع الغير اللي في موقف الضد يعتبر ضعف. وفي وقت ظن البعض ان الصوت العالي والبلطجه من الممكن ان تعتبر مصدر قوه. للاسف الشديد ده فيما يتعلق بالاسلوب. اما فيما يتعلق بالمضمون، الحقيقه امبارح وانا بسمع كلمه كابتن محمود الخطيب معرفش ليه حصلت المقارنه بشكل مباشر بين ما حدث من ملابسات تخص نهائي دوري الابطال والبيان اللي اصدره النادي الاهلي على لسان رئيس مجلس ادارته الكابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بالمسابقات الافريقيه عموما وملابسات نهائي دوري الابطال الاخير بشكل خاص. وهنا هقف الحقيقه زي ما هاجمت الاتحاد الافريقي في التوقيت ده وقلت انه كان واحد من اسباب المباشره في عدم دعم النادي الاهلي سواء في مشاركته في نسخه كاس العالم الاخيره بصفته ممثلا عن القاره الافريقيه، او فيما يتعلق بفكر تكافؤ الفرص المفروض ان يتمتع بها كل الفرق اللي بتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا بما انها البطوله الاهم والاكبر على مستوى القاره في النهائي الاخير امام الوداد المغربي. اللي حصل بعد البيان انه رد الفعل من الاتحاد الافريقي كان في منتهى الايجابيه، والناس طلعت وفندت وصححت مسار واعلنت انه الاهلي كان عنده حق لما طالب مثلا انه البطوله تقام بنظام يتناسب مع طبيعه ومع امكانيات القاره الافريقيه والانديه الافريقيه، وده حصل بشكل مباشر واكد عليه الاتحاد الافريقي في النسخه اللي جايه. اما فيما يتعلق بكل ما جاء على لسان كابتن محمود الخطيب بالامس في البيان الصادر واللي متعلق بكل المواقف او كل المشكلات اللي حصلت في على المستوى الداخلي او المستوى المحلي على مستوى المسابقات المحليه، اعتقد انه يجب الرد وبسرعه الحقيقه لاكثر من سبب من وجهه نظري. واحد، اذا كنا حريصين، وهنا انا بتكلم على كل المؤسسات المعنيه بالرياضه في مصر، كنت بتكلم على وزارة الشباب والرياضة، كنت بتكلم على اتحاد كورة، كنت بتكلم على رابطة أندية، كنت بتكلم على لجان نوعية، لجنة مسابقات، لجنة حكام إلى آخره. واحد، إذا كان في إرادة حقيقية، إذا كان في نية واضحة لتصحيح مسار، فأعتقد أن كل النقاط اللي أثارها كابتن محمود الخطيب يجب الرد عليها وتوضيحها. نمرة اتنين، أنه كل حد يجب على كل من هو في موقع مسؤولية أنه إعطاء كل ذي حق حقه. يعني في حقوق كتيرة جدا للنادي الأهلي أهدرت بسبب عدم كفاءة، بسبب عدم دراية، بسبب جهل أو بسبب فساد. محدش هنا يقدر يجزم بشكل قاطع إيه السبب اللي وصلنا للحالة اللي احنا فيها هنا على مستوى تنظيم المسابقات. محدش ينكر إن في مواقف كتيرة جدا جدا ثابتة فيها بالدليل القاطع حالة تربص واضحة بالنادي الأهلي. نمرة ثلاثة، وده مهم جدا 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 ويهم كل قطاعات الجماهير في مصر، مش بتكلم بس على لسان جماهير النادي الأهلي، إنه يجب على كل مسؤول في موقع مسؤوليته إنه يأكد إنه هذه الجهات اللي أنا ذكرتها بداية من وزارة الشباب والرياضة، اتحاد كورة، رابطة أندية وإلى آخره، تنفي عن نفسها شبهة التواطؤ أو الانحياز والتحيز لأندية أو لنادي على حساب بقيه الانديه المصريه كلها مش بس على حساب النادي الاهلي. ده اجمالا. ولينا واقفه الحقيقه في تفاصيل كتيره جدا مع كلمه كابتن محمود الخطيب، بس هتسمحوا لنا قبل ما نبدا حلقتنا النهارده طبعا هنتكلم على مباراه الاهلي في ثوبه الجديد يعني امام الاتحاد، نتمنى ان شاء الله التوفيق لفرقتنا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا.
هو بس من سخريه القدر ان هاري ماجواير يبقى بيتربع على قائمه اغلى مدافعين في تاريخ كره القدم. خلينا نروح لمقر اقامه النادي الاهلي من فندق الاقامه في الاسكندريه قبل ساعات قليله من مواجهه الاتحاد السكندري النهارده. مباراه نتمنى ان احنا نستمتع بيها ونشوف فيها كره حلوه من لعيبه النادي الاهلي. مش عايز اقول شباب النادي الاهلي لان الحقيقه كلهم كبار، واعتقد انه فرصه على طبق من ذهب. خلينا نروح لفاروق نطمن منه على اخبار الفريق واللمسات الاخيره لمستر ريكاردو سواريش ولاعيبه الاهلي قبل مواجهه الاتحاد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الاسكندريه وبالتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الاتحاد السكندري في الجوله 29 للدوري المصري الممتاز، في المباراه المقرر اقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 9. زي طبعا ما استعرضت زميلي احمد ان هي مباراه في غايه الاهميه للنادي الاهلي، وبالنسبه لشباب النادي الاهلي واللعيبه اللي بيدفع بيها النادي الاهلي في هذه المباراه اللي طبعا اللي انضموا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زميلي احمد تفاصيل كتير طبعا للفريق اليوم، اللي خليني اقول لك ان بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، ثم التوجه الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. بالامس مستر ريكاردو سواريش عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، طبعا الحافز اللي موجود عند اللعيبه الناشئين او اللعيبه اللي انضمت من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا كان في موجود اربع او خمس لاعبين بصفه مستمره بيشاركوا او بيتمرنوا بصوره اساسيه مع الفريق الاول للنادي الاهلي، سواء احمد سيد عبد النبي، محمد اشرف، ومحمد نصير، ومحمد فخري، الى جانب زياد طارق. طبعا بعد يعني قرار مجلس اداره النادي الاهلي بانه الاهلي يستكمل مباريات الدوري باللعيبه الناشئين، واعتقد اكبر دافع وحافز للعيبه اللي موجوده انه يكون في الفريق الاول للنادي الاهلي، مستر ريكاردو سواريش ايضا عقد محاضره مع يعني بالامس وعقد جلسات مع اللاعبين. طبعا مباراه بيبقى ليها رهبه بالنسبه للعيبه اللي بتشارك وبتنضم لمعسكر النادي الاهلي لاول مره، يعني محمد احمد شرقيه شفناه في كاس الرابطه، ميدو نبيل، محمد حمدي ميسي في كاس الرابطه، اللعيبه اللي شاركت في كاس الرابطه، احمد سيد عبد النبي شفناه في كاس الرابطه. لكن نقدر نقول هو نتاج كبير جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي بيأدي رساله ان دايما النادي الاهلي او الفريق الاول للنادي الاهلي لما بيحتاج قطاع الناشئين بيلاقيه موجود في الميعاد وفي الزمان. وبعد طبعا المجهود الكبير والدور الكبير للكابتن خالد بيبو والمستر مايكل بروكيتش في تجهيز اللاعبين في اي وقت بيحتاجه الفريق الاول للنادي الاهلي. النهارده طبعا زميل احمد كان يوم لاعبين النصر واحمد اشرف، هل من ضمن اللعيبه اللي تم اختيارهم اللي موجودين مع الفريق في اسكندريه؟ لا، خليني اقول لك زميلي احمد ان بالنسبه لصالح نصر واحمد اشرف مش في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه، طبعا هم عناصر من العناصر المهمه والمميزه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن مستر ريكاردو سواريش ارتأى ان هو يكونوا موجودين خلال الفتره القادمه، وطبعا ايضا هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين ايضا الى جانب هؤلاء اللاعبين في المباريات القادمه، لكن بالنسبه لصالح نصر واحمد اشرف غير موجودين مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. وانت زي ما انت عارف زميلي احمد ان النادي الاهلي عقب هذه المباراه هيستمر اقامه الفريق هنا في الاسكندريه ايضا استعدادا لمباراه المصري، فاذا بالتالي اللاعبين هيكونوا خارج قائمه النادي الاهلي هذه اللقاءين، لقاء الاتحاد ولقاء المصري. طيب يعني كل التوفيق لفرقتنا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا فاروق، ودي كانت اخبار الفريق من معسكر اقامته. نقطه اخيره قبل ما نروح لفاصل، لعيب الكبير مش كبير بسنه، يعني خليني اقول لكم انه لعيب الكبير كبير بامكانياته وشخصيته في الملعب. لعيبه كتيره جدا على سبيل المثال لا الحصر يعني شفناهم بيتالقوا وبيتوهجوا وبيكونوا الجرارات اللي بتجر فرقتها وهم في سن 16 و17 و18 سنه. وعندكم يعني واحنا بما ان احنا بنتكلم عن الدوري الانجليزي بدا مثلا والسيتي بيلعب دلوقتي، عندك لاعب زي فيل فودن مثلا، لاعب زي ايرلينج هالاند، لاعب زي عثمان ديمبلي، اللعيبه دي من وهي صغيره 16 و17 و18 سنه كانت طاقه متفجره. فبالتالي اتمنى وانا واثق الحقيقه انه اللعيبه اللي نشأوا وتربوا جوه النادي الاهلي وعارفين قيمه تيشرت النادي الاهلي يجدوا في اللي جاي ده، مش بس ماتش اتحاد، حتى الماتشات اللي جايه، فرصه عشان يعبروا لجماهير النادي الاهلي وللجهاز الفني على امكانياتهم، وخصوصا ان الفرصه دي جايه بدون ضغوط وبدون توتر. فكره انك انت بتلعب اريحيه بدون ضغط، عبر عن قدراتك وعبر عن امكانياتك، وباذن الله ان شاء الله يكون في كتير من الاوراق
اللي يكسبها او تكسبها فرقه النادي الاهلي ويكسبها الجهاز الفني في الفتره اللي جايه. فاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم في السادسه. نبدا مع حضراتكم تفاصيل اخبارنا، والحقيقه البدايه طبعا النهارده في اكتر من خبر مهم، منهم طبعا ما هو متعلق بقرعه كاس امم دوري ابطال افريقيا. كاس امم لسه عليها بدري شويه. دوري ابطال افريقيا اللي كان مفترض الاتحاد الافريقي اعلن انها تتم بكره في القاهره الساعه 1 ظهرا، لكن تم تاجيل اجراء القرعه لمده 24 ساعه. الاسباب مش معلنه يعني، خليني اقول لحضراتكم ايه الجديد. الجديد طبعا تم اعتماد مشاركه الاهلي والزمالك من الاتحاد الافريقي في بطوله دوري الابطال، وتم اعتماد مشاركه فيوتشر والفريق بيراميدز في الكونفدراليه. وده طبيعي طبيعي يعني، عشان بس حاله الجدل اللي اثيرت في مؤخرا مين هيشارك فين ومين هيلجا لايه، في حقوق وفي لوائح وفي قواعد منظمه. وبعدين طبيعي جدا فريق يعني هو يعني اخر بطوله حققها اي نادي مصري دوري ابطال غير الاهلي كانت من كام سنه؟ كانت امتى يعني؟ بنتكلم في حاجه بتاع 20 سنه يعني؟ بنتكلم في فريق واصل لاخر في اخر ست نسخ لخمسه نهائي، خمس مباريات نهائيه. يعني ما علينا، خلينا نرجع لموضوعنا. كان مفترض انه، وانا قلت الكلام ده امبارح، انه من مصر الاهلي والزمالك في الدور التمهيدي اللي هي اللي هو دور ال 64 يوصلوا باي، ما يلعبوش دور ال 64، يلعبوا او تبقى اول مشاركتهم في البطوله في دور ال 32. وهذا الخبر ليس دقيقا او صحيحا، وخليني اصحح لحضراتكم المعلومه. ويمكن ده يكون من وجهه نظر ثانيه سبب التاخير في موعد اجراء القرعه. مفترض انه في خمس فرق، في ست فرق بتطلع باي لدور ال 32 مباشره، يعني ما بتلعبش دور ال 64، وبالتالي دور ال 64 بيبقى اكشلي رقميا دور ال 52. 52 فريق بيلعبوا بعض، 26 فريق بيلعب 26 فريق، يتأهل منهم 26، معاهم سته اتأهلوا مباشره طبقا لارقامهم في مشاركاتهم في المواسم الاخيره في مسابقه دوري الابطال. وبناء على ده مفترض انه الاهلي تأهل مباشرة لدور 32 ومعاه أربع فرق تانيين. الوداد المغربي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، ماميلدي سان داونز من جنوب أفريقيا. ويتبقى فريق سادس هيشارك أو هيتبدأ مشاركته من دور ال 32 مباشرة، والمفضلة في الاتحاد الأفريقي دلوقتي حاليا بين مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، واحد من الاثنين دول لأن هم متساويين في رصيد النقاط، وبالتالي واحد من الاثنين دول هيطلع باي، واحد منهم اما مازيمبي او الزمالك هيبدا مشواره من دور ال 64. روجيرو ميكالي هو اسم، وبمناسبه المنتخب الشباب الحقيقه عندنا نسخه محترمه جدا جدا، منتخب شباب اللي هيلعب كمان دقائق بسيطه جدا نهائي بطوله كاس العرب، واحد من المنتخبات المميزه جدا. مشواره تابعته يعني، ما تابعتش المشوار كله لكن تابعت بعض الماتشات والهايلايتس خاصه بمشاركته. لا، في عندنا شباب زي الفل والله، الكره المصريه دايما ولاده وبخير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني المنتخب ده اذا كنا باصين بقى، او مستر فيتوريا سينيور فيتوريا رباصص على كاس العالم 26، انا بقول انه منتخب طوكيو، منتخب كابتن شوقي غريب مع منتخب الشباب ده يقدروا يقدموا نسخه محترمه جدا لو خدنا المشوار معاهم من بدري، والجمهور شويه صبر على اللعيبه دي لغايه لما يبقى في حاله نضج وحاله خبره، يبقى عندنا منتخب محترم جدا 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 قبل 26. اعمل احتكاك، اعمل معسكرات، اعمل العب مع مدارس مختلفه، عندنا بوتنشال، الكواليتي والخامه موجوده، ينقصها بقى ان يبقى في خبره، يبقى في انسجام، وده مش هيجي الا لما تحضر من بدري. فرقه تعيش مع بعض سنتين ثلاثه قبل ما تبدا مشوار تصفيات كاس العالم، يبقى عندك فيرجن محترم، نسخه محترمه جدا جدا من منتخب مصر، مش بس ينافس على التاهل، لا، التاهل في الوقت ده مش هيكون هدف، لكن يروح كمان يقدم كره محترمه جدا. وعندنا عناصر كويسه جدا. روجيرو ميكالي المدرب البرازيلي الجديد اللي هيتولى مهمه المنتخب الاولمبي في الفتره اللي جايه، مدير فني برازيلي. يمكن هو واحده من الحاجات اللي بتميزه بشكل كبير انه اشتغل او شغله كله كان مع الفئه العمريه دي، الشباب الصغير، ما حققش انجازات كبيره مع فرق كبيره، لكن اهم انجاز ليه طبعا دي صورته مع محمد بركات نجم النادي الاهلي السابق وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره. اهم انجاز لي انه وصل بمنتخب البرازيل لتحقيق الميداليه الذهب في اولمبياد ريو دي جانيرو.
وبعدها اشتغل شويه مع كذا فريق شباب لفرق برازيليه، كان ليه تجربه في الهلال او النصر السعودي اعتقد في الفتره الاخيره لغايه يمكن ما انتهت مدته في مايو 2021، وهو اللي هيتولى مسؤوليه تدريب المنتخب الوطني في الفتره اللي جايه. طيب هنتكلم اكتر على الدوري الانجليزي، والحقيقه البدايه المفاجاه، البدايه الغير متوقعه، منتهى السخونه ونتائج عكس التوقعات، وفرق كبيره بتعاني وفرق من بعيد او جاي من بعيد جدا قدمت اداء اكتر من رائع. لكن عشان نتابع اكتر الحقيقه على البريمير ليج خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسه. واحد من نجوم البريمير ليج وتحديدا كريستال بالاس، وحاليا طبعا هو المحلل الفني بشبكة سكاي سبورتس جون سراكو، هو ضيفنا في السادسة عن البداية الساخنة جدا والغير متوقعة للبريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. خلينا نرحب بيه على شاشة الأهلي ونقول له شكرا على ظهورك معنا في السادسة. شكرا جزيلا، السعادة أنا الذي أنا سعيد جدا لتواجدي معكم. يعني بداية ساخنة جدا، بداية غير متوقعة وخصوصا للكبار، إزاي إجمالا شفت انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي؟ حسنا، كان الأمر واضح جدا أن المنافسة ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي. كما حدث في الموسم الماضي كان هناك منافسة رائعة بين ليفربول ومانشستر سيتي، فكلنا توقعنا أن هذا الأمر المذهل سيستمر هذا الموسم، ولكن النهاية أيضا كانت جيدة لأندية مثل تشيلسي وتوتنهام، وأعتقد أن هذا العام سيكون عام تنافسي جدا بين هذه الأندية. أعتقد أن السيتي الآن استقدم إيرلينغ هالاند، ولديك الآن صفقات رائعة بالنسبة لتشيلسي أيضا، وكذلك أندية كبيرة مثل ليفربول، ولكن ليفربول تعاقد مع فولام بهدفين مثلهما. أعتقد أن هذه البداية ليست البداية المأمولة بالنسبة لليفربول. يمكن لو تكلمنا على الكبار تحديدا، نتكلم على طبعا تعثر ليفر أمام فولام، وأيضا خسارة اليونايتد النهاردة تحت قيادة تنهاج. يعني كثير من الناس توقعت أنه اليونايتد هيشهد نقلة نوعية مع وجود تنهاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد. كلام كان على حتى في فترة الاستعداد لبداية الموسم على وجود بعض الخلافات إنجاز التعبير، عدم رضاه حتى عن في أكتر من موقف عن بعض اللاعبين وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو اللي كان عنده إصرار الحفاظ عليه. إزاي شايف البداية المتعثرة تحديدا لليفربول أمام فولهام، وأيضا خسارة مانشستر يونايتد النهاردة؟ نعم، أنا في البداية أعتقد أن مباراة ليفربول كانت صعبة. فولام يؤدي أداء رائعا، لقد فاز بالشامبيونشيب وتأهل للدوري الإنجليزي ولديه لاعبين رائعين. كانت مباراة صعبة جدا على ليفربول، كان هناك تضييق كبير من المساحات من ماركو سيلفا مدرب فولام، كان الأمر صعبا جدا لدينا. ولكن حينما نزل داروين نونيز كان الأمر أسهل بالنسبة للاعبي ليفربول، ولكن في الإجمال كانت مباراة صعبة. أعتقد أن نونيز ومحمد صلاح وجودهما فرق كثيرا مع ليفربول في هذه المباراة الصعبة. أعتقد أن محمد صلاح بعد خروجه من أمم إفريقيا أدى أداء مذهلا على عكس ما قد يقوله البعض. أعتقد أن محمد صلاح يواصل من العمل الجاد والاجتهاد في خدمة ليفربول، وأعتقد أن محمد صلاح يعطي كل شيء بنسبة 100% مع ليفربول. وأعتقد أن في وجود داروين نونيز سيتوهج محمد صلاح أكثر، وأعتقد أن ليفربول الآن لديه طريقة خاصة، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني أعتقد أن الطريقة ستتغير الآن، والاعتماد الكلي سيكون على محمد صلاح بالمنافسة مع سون. فمحمد صلاح هذا العام سيذهل الجميع. يعني هو يمكن المفاجأة كانت من أنه، وده طبعا شيء أو أمر لا يمكن أن يحدث إلا في الدوري الإنجليزي، فريق صاعد حديثا للبريمير ليج بيواجه فريق يعني كان بينافس لغاية الخطوة الأخيرة واللحظة الأخيرة على بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة الريال، وعلى حظوظه أيضا في المنافسة على البريمير ليج أمام السيتي، وتظهر المباراة بالشكل ده وتظهر النتيجة، لأنه في واقع الأمر الليفر هو اللي تعادل مع فولهام مش العكس.
نعم رائع، هذا ما كنت أتحدث عنه. فريق فولام يتضمن على لاعبين رائعين، ماركو سيلفا لديه كتيبة جيدة من اللاعبين، لديهم الرغبة والشغف في إظهار كل ما لديهم. فولام أعتقد أن فولام سيظل في النصف الثاني من الجدول، ولكن لديهم الثقة ولديهم الرغبة والشغف في إظهار كل ما لديهم. ولكن ليفربول الآن في سيكون في مقدمة الجدول، ولكن في مباراة ضد فولام كان الأمر صعبا عليهم. الخسارة المؤلمة أو الخسارة الموجعة لجماهير اليونايتد اللي توقعوا أنه الموسم ده ممكن يبقى مانشستر يونايتد حظوظه أفضل في المنافسة على البريمير ليج، وخصوصا مع قدوم طبعا تين هاج المدير الفني الجديد. الخسارة أمام برايتون في بداية المشوار بنتيجة 2-1 خسارة موجعة ومؤلمة. هل تتوقع أنه اليونايتد السيزن ده يكون عنده قدرة على المنافسة على اللقب، ولا ستستمر الأمور بنفس المنوال كما في المواسم السابقة؟ نعم، لدي آمال كبيرة في اليونايتد هذا الموسم. أعتقد أنه أدى موسم تحضير جيد جدا للموسم، راشفورد ولديك ماجواير ورونالدو، كان أداء رائع مع تين هاج في معسكر ما قبل الموسم، ولكن بالمشاكل التي ظهرت مع رونالدو وقد أدى إلى بعض الأرق بالنسبة الخاص بالفريق. أعتقد أن الفريق الآن يحتاج إلى رونالدو، وأعتقد أن الأمر اليونايتد سيتغلب على هذه المشكلة. رونالدو لديه مشاكل خاصة به من قبل الموسم، من قبل أن يبدأ الموسم، ولكن أين سيذهب؟ أين وعليه أن يحل هذه المشاكل. فرونالدو فقد كان موسما مخيبا للأمال الموسم الماضي، فأعتقد أن ما رأيناه في الموسم التحضيري يعطينا الأمل لمانشستر يونايتد، ولكن الآن تجد أن مانشستر يونايتد كان عليه أن يتعامل أحسن مع المباراة. ليس لدى رونالدو الحق في أن يتعامل مع إدارة مانشستر يونايتد بهذا الشكل. أعتقد أن يجب عليه أن يتعامل مع فلسفة النادي وفلسفة المدير الفني، وأعتقد أن مانشستر يونايتد يحتاج في أمس الحاجة إلى فرينكي ديونج هذا الموسم. طيب، بمناسبة كريستيانو رونالدو وفرينكي ديونج، يمكن ثلاث أسماء ارتبطت إما بالقدوم للدوري الإنجليزي أو بالرحيل عنه، والكلام كان طبعا عن كريستيانو رونالدو اللي كان عنده رغبة في المشاركة في دوري الأبطال، وبالتالي ارتبط اسمه بأكثر من نادي على مستوى أوروبا. أيضا كلام عن رحيل برناردو سيلفا أو رغبة البارسا في استخدام وانتداب خدمات الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، والكلام أيضا عن فرينكي ديونج ورغبة أو اتفاق إدارة البارسا مع مانشستر يونايتد على انتقاله من نو كامب او من كامب نو لأولد ترافورد، ولكن تبقى رغبة اللاعب هي العقبة الوحيدة. آخر مستجدات من وجهة نظرك. نعم، أعتقد أن برشلونة وفي ظل اهتمامي ببرناردو سيلفا، أعتقد أنه ليس في أمس الحاجة إليه، ولكن في ظل اهتمامي به أعتقد أن خروج فرينكي ديونج لمانشستر سيكون أقرب. فرينكي ديونج الآن أعتقد أن انتقاله لمانشستر يونايتد أقرب، ولكن في ظل المنافسة مع تشيلسي الأمر صعب على مانشستر يونايتد. تشيلسي يحتاج إلى متوسط ملعب بشكل كبير، ولكن سيكون رائعا ومميزا في مانشستر يونايتد. وصولا لتشيلسي، خليني اخذ رايك في تشيلسي اللي فقد يعني جزء كبير جدا من الاعمده الرئيسيه اللي حققت معاه حتى لقب بطوله دوري الابطال في النسخه قبل الماضيه تحت قياده توماس توخيل. راح على روديجر لريال مدريد، راح على ماركوس الونسو للبارسا، راح على تيمو فيرنر عودة تيمو فيرنر للايبزيج مرة تانية، ولوكاكو على سبيل الإعارة للإنتر. إزاي بتشوف فرص تشيلسي في المنافسة على لقب البريمير ليج في الموسم الحالي؟ نعم، روديجر كان قائدا للفريق، كان قائدا رائعا. أعتقد في وجود كوليبالي سيعوض هذا الأمر.
كوليبالي فاز ببطولة أمم إفريقيا مع السنغال ولديه معلومات مرتفعة، أعتقد أنه جاهز جدا ليعوض مكان كابتن قائد الفريق روديجر، وأعتقد أن وجود تياغو سيلفا وكريستيانسون أعتقد أن هؤلاء اللاعبين قادرون على أن يملأوا هذه الفراغات ويسدوا ثغرات الخاصة بفريق تشيلسي هذا الموسم. كل الأماكن التي يفتقد إليها تشيلسي سيعوضها كما فعل ليفربول من في السابق. لديك الآن اسمك ماجواير في مانشستر يونايتد، هو كابتن فريق إنجلترا ولكن لا يؤدي بالشكل الأمثل، فالفريق يحتاج إلى قائد ولا يوجد في الدوري الإنجليزي مثل هذا المستوى الرائع على مستوى الدفاع ككوليبالي. طيب، اثنين من الأندية اللي يمكن ظهروا خلال فترة الإعداد بشكل أكثر من رائع، مش مخالف تماما يعني متطور بشكل ما عن أدائهم في الموسم الأخير، بتكلم على الأرسنال وعلى توتنهام، وبالمناسبة الفريقين دول عملوا ميركاتو يعتبر قوي إلى حد كبير. إزاي بتشوف فرص توتنهام والأرسنال في إحراز اللقب أو على الأقل تقدير المنافسة عليه؟ نعم، أعتقد أنهما سيكونان في هذا المربع، سينافسان بلا شك. لقد أدى موسم تحضيري رائع واستخدم صفقات كبيرة. أعتقد أن لدينا لوكاس مورا وريتشارلسون في توتنهام، لديهم القدرة على توصيل كل خطوط الملعب ببعضها. لوكاس مورا لاعب رائع، ولديك صفقات رائعة بالنسبة لأرسنال كذلك. اثنين معاك للنقطة الأخيرة وبعتذر لضيق الوقت، لكن صراع الهدافين واحد من الصراعات اللي هيكون مثير جدا في أو هتكون مثيرة جدا في الموسم المقبل، أعتقد باستثناء كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي اللي موجودين في الليجا الإسبانية. أعتقد أن البريمير ليج أصبح بيضم أهم مهاجمي العالم، بنتكلم على إيرلينغ هالاند في السيتي، نونيز في ليفربول، خيسوس في الأرسنال، هاري كين وريتشارلسون في توتنهام وغيرهم من كريستيانو رونالدو طبعا في مانشستر يونايتد، وصلاح طبعا واحد من أهم هدافي البريمير ليج في السنوات الأخيرة. إزاي بتشوف صراع الهدافين في النسخة الجديدة من البريمير ليج؟ ستكون منافسة مذهلة، سيكون هناك الكثير من الأهداف والكثير ما يقال عن هؤلاء اللاعبين، وعلى رأسهم هالاند، هو ماكينة أهداف، يستطيع أن يحرز من 3-4 أهداف في المباراة. هالاند أعتقد أنه سيحرز حوالي 30 هدف في توقعي هذا الموسم، أعتقد أنه يستطيع أن إحراز 40-50 هدف في الموسم مع بروسيا دورتموند، فأعتقد أنه سيؤدي بشكل رائع. وكذلك بالنسبة في ظل وجودي في فريق كبير كمانشستر سيتي، سيكون لديه الرغبة في إحراز المزيد من الأهداف وأن يكون هو على قمة الهرم الهدفي. جون سالاكو نجم كريستال بالاس والمحلل طبعا بشبكة سكاي سبورتس، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا وظهورك معنا في السادسة فاصل ونرجع لحضراتكم. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده في مواجهه الاتحاد السكندري، وكلمه يعني بتهالي هم مدركين تماما، رجاله الاهلي بتظهر لاول مره في الفيرست تيم، حلمك مشوار حياتك تعبك، ناس كتير قوي تحلم انها تلبس تيشرت النادي الاهلي، وصل لك الحلم ده على طبق من ذهب. اتمنى انكم تستغلوا الفرصه دي احسن استغلال وتقدموا نفسكم بكل امكانياتكم وقدراتكم في المتبقي من عمر مسابقه الدوري. وكلمه كمان اختم بيها الحلقه النهارده مهمه قوي، رساله لجمهور النادي الاهلي اللي عايش الاهلي كل يوم، اللي عايش الاهلي في السوشيال ميديا على كلاب هاوس وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. في حرب دايره، حرب ممكن تقول عليها حرب مصالح، ممكن تقول عليها حرب تصفيه حسابات. ارجوكم طلعوا الاهلي من ده، طلعوا حبكم وانتمائكم واهتمامكم بفرقتكم وانتوا في الاول والاخر السند والظهر ليها من كل الحسابات دي، لانها هتضر بالتاكيد اكتر ما تنفع. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسه على شاشه الاهلي. اشوفكم بكره.